الفقه إيش هو حفظكم الله؟ ليس مجرد النصوص، ولكن تنزيل هذه النصوص على الواقع، لأن الحلال بين لا شك والحرام بين لا شك، لكن المصيبة وين؟ بينهما أمور مشتبهات. المصالح واضحة لا شك، المفاسد واضحة لا شك، لكن ما رأيكم بأمر جمع المصلحة من جهة والمفسدة من جهة؟ إيش نفعل به هذا؟ إيش نفعل به نحن المساكين؟ هنا ما يفهمه العالم الرباني، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.